أولا بغيت نأكد أنه جوابا على السؤال الذي تفضلتم به أن مختلف محاضر الاتفاقية المحررة بمناسبة نزاعات الشغل الفردية تتميز بالضمانات القانونية والقوة الثبوتية الكافية لحماية حقوق الأجراء سواء خلال مرحلة التسوية النهائية أو الجزئية، أي سواء على مستوى العمل اللي كيقوم به العون المكلف بالتفتيش أو عند المطالبة بتسوية النزاع القائم أمام القضاء. ثانيا، هذه المحاضر كما تعلم السيد المستشار مؤطرة بعدة نصوص قانونية منها المادة 41 من مدون الشغل التي نصت على أن العون المكلف بالتفتيش الذي يشرف على إبرام اتفاق في إطار صحي المهني ينبغي أن يضمن في محضر الاتفاق نقط الخلاف والمبلغ الإجمالي المترتب عن الفصل في ثلاث نسخ يتم توقيعها من طرف المشغل والأجير مع المصادقة على صحة إمضائها ويوقعها العون المكلف بتفتيش الشغل. في هذه الحالة إذا وقع الأمر هكذا وبهذه الشروط يكون النزاع الفردي قد سوي نهائيا ويصبح غير قابل للطعن أمام المحاكم، هذا ما يقوله القانون. عدنا أيضا ثالثا المادة 73 و76 نصتا على تسليم الأجير التوصيل عن تصفية كل حساب عند إنهاء العقد لأي سبب من الأسباب وذلك قصد تصفية كل أداء تجاهه، وينبغي أن يتضمن التوصيل للمبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب مع بيان مفصل للأداءات أو أجل سقوط الحق المحدد في 60 يوما مكتوبا بخط واضح سهل القراءة والإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير. طيب الحال ينبغي أن يكتب الأجير قرأت ووافقت، ويمكن للأجير أن يتراجع عن التوصيل خلال 60 يوما لتوقيعه بوسائل الإثبات القانونية إما رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصيل رفع دعوى لدى المحكمة على أن يتضمن التبليغ. بطبيعة الحال مختلف الحقوق التي لا يزال متشبدة، ربما غد تقول لي واش هذا الشيء الأجير كيقدر يديره ولا ما يديره شيء، يمكن نتفق معك ولا ما نتفقش معك، ولكن هذا كتولي مسؤولية. بطبيعة الحال هذه مسؤولية فردية لأن الإنسان كيوقع، ولكن كاين واحد المسؤولية تأطيرية أنت تعلم من يقوم بهذا التأطير ومن ينبغي أن يواكب العامل لكي يكون قادرا على أن يوقع على محاضر لها هذه القوة التي أشرت إليها. شكرا. هذه المحاضر هي مؤطرة بالقانون. المدونة ديال الشغل واضحة في هذا الموضوع. غتسولني واش طيب حال مني كيكون العامل أمي العون ديال المفتش في الشغل هو كيطالع هو كيوقع ياك القضية. أنا قلت لك واحد القضية، هاد الإخوان ديال العمال للأسف الشديد إلا كان ما كيقراش راه القانون ما كتعرف لا يعذر أحد من جهة القانون، ولكن وإن كان لا يجهل أنا أعتقد بأن النقابة خصها تحل محله وتكونه وتصاحبه ولو أنه هو الذي سيوقع. هذه مسؤولية النقابات أيضا ومسؤولين ديال العمال. شكرا للسيد.